هلا وهلا، شلونكم حبايبي؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة يا رب. طبعا هواية مشتاقت لكم، بس اعذروني على الغياب غصبا عني، كان صارت عندي شوية ظروف فما قدرت انزل لكم فيديوهات. اتمنى تسامحوني من كل قلبكم، وان شاء الله راح اعوضكم انه فيديو اليوم ان شاء الله راح يعجبكم وينال رضاكم وتسووها وتدعوا لي. خليكم وياي، اليوم اقدم لكم شوربة كبة الشلغم او مرقة كبة حامض شلغم. التسميات هواية، معنى واحد. بس قبل كل شيء لا تنسون باللايك والاشتراك، ولا تنسون تفعلون جرس التنبيه حتى يوصلكم كل شيء جديد. خليكم وياي يا حبايبي ونروح نشوف. هنا انا عندي ربع باقه سلق قطعتهم بهالشكل هذا، وعندي همينة شلغم عدد 2 قطعتهم مكعبات بهالشكل، تمام. وعندي 3 ملاعق أكل همينة معجون طماطة، وعندي بصل عدد 1 همينة قطعته مكعبات، وعندي البهارات اللي هي كاري وفلفل أسود وملح وشوية ليمندوزي اللي هو ملح الليمون، وعندي هنا الكوبة مثل ما تشوفون عندي جاهزة حاضرة كانت بالمجمل. خليكم وياي ونشوف طريقة تحضيرها شلون. وطبعا للعلم انه هاي الكوبة ما مسلوقة، انا سويتها قبل حطيتها بالمجمدة بالفريزر، ووقت اللي هسه اريد اطبخها طلعتها بس مجرد انه تموع واحضرها. فهسه هنا بما انه المواد عندنا صارت جاهزة وحاضر مثل ما تشوفون، نروح نبدي نحضر. اول شيء هنا انا راح اخلي زيت بالجدر او بالطنجرة او بالحلة حسب تسمياتها من اللغات هواية ما شاء الله، وابدي انزل البصل وراح أبدي أشوح البصل لحد ما البصل شوية لونه يتغير يصير على ذهبي، تمام. وطبعا أنا قريبة من أن أنزلكم طريقة هاي الكبة إنه أنا شلون سويتها، وراح تعجبكم 100%، تمام. وبعد ما شوحنا البصل وذبل البصل، هنا أنا نزلت الشلغم العدد 2 قلت لكم مقطعته مكعبات، هم أنا راح أبدي أشوحهم شوية. ومن بعد ما اشوح الشلغم همينة راح انزل عليهم السلق، تمام. وهمينة اشوح السلق لحد ما هاي الاوراق السلق شوفوا لحد ما شوية تذبل. وبعد ما عندي السلق يبدي يذبل راح نكمل، خليكم وياي ونتابع الطريقة اللي بعدها. وهنا عندي السلق بدأ يذبل مثل ما تشوفون، حجمه تقلص وبدأ يذبل، فبديت هنا بعد ما ذبل شوية شوحتهم، وهسه ضفت لهم المي، تمام. ضيفون كمية مي زينة واتركها، راح اتركها تغلي، وبعد ما تغلي راح نشوف شو اسوي. هنا قبغتها حتى تغلي، وهنا أنا عندي نص كوب تمن مغسول نظيف ونقعته، وهسه انتظر بس من مجرد يغلي راح اضيف له هذا التمن المغسول المنقوع، تمام. وهسه هنا مثل ما تشوفون بدا يغلي عندي، راح ابدي انزل البهارات، نزلتها هنا وهنا التمن همين خليته. قلت لكم البهارات عبارة عن ملح وكاري وفلفل أسود وشوية ليمندوزي، وهنا همين راح أتركهم يغلون ولحد ما أحس يعني إنه بدأ يستوي، استوى مثلا تقريبا بدأ يستوي، راح أبدي أضيف لهم المعجون الطماطة 3 ملاعق أكل معجون طماطة. وطبعا إذا تشوفوها تحتاج أكثر تضيفوا لها بعد، يعني حسب ما تشوفون أنتو عندكم ميزانكم. فهنا ضفت لهم معجون الطماطة بعد ما استوت، اوكي، بعد ما الشلغم حسيت استوى والتمن يعني همين شوية نفخ، تمام. وهمين اتركهم شوية، وبعدها راح اضيف لهم الكبة. خليكم وياي ونتابع. وهنا قام يغلي عندي، التمن استوى عندي، والشلغم فد مرة همين استوى عندي، صار جاهز، جاهزة عندي صارت المرقة. هسه راح أبدي أضيف لهم الكبة
وحدة وحدة. مثل ما قلت لكم أني هاي الكوبة مسويتها وحاطتها بالفريزر بدون ما أسلقها، وهسه من طلعتها قبل أني أخليها بالمرقة بدون ما أسلقها بماي وأخليها بالمجمدة لو أسلقها بماي بعدين أنزلها بالمرقة، لا أني ما أسوي هيجي، قبل أشيلها أخليها بالفريزر بدون ما أسلقها تمام. وإذا تحبون تسلقوها وتخلوها بالمرقة همنا كيف، المهم تسوون شيء يعجبكم ويطلع مضبوط من تاكلوا يعجبكم ويقولوا لكم عاشت إيديكم. وهنا مستمرة خليت الكباب جاي انزلها بالمرقة، طبعا من تخلوها بالمرقة الكبة كل هيجي دقيقتين تخبطون المرقة على مود الكبة اللي تلزق من جوا، ضرورية هاي الخطوة كل شوية هيجي خبطوها، بس لا تحاولون لا تكسروا هيجي يواش يواش خبطوها اخلطوها حتى لا تلزق الكبة. وهنا أنا أحب الفلفل الأخضر الحار فخليته ضفته للمرقة، كل شيء ينطيها نكهة طيبة. تقدرون تستغنون عن الفلفل الأسود تستعملون هاي أو العكس كيفكم. ومثل ما تشوفون شوفوا شلون بديت أحركها شوية شوية ورا ما تغلي، بديت شوية شوية أحركهم على مود خاطر أولا لا تتكسر، وثاني شيء حتى لا تلزق بالجدر أو الحلة تمام أو الطنجرة، فعلى كيفكم حاولوا تحركوها كل دقيقتين هيجي حتى لا تلزق مثل ما قلت لكم، وديروا بالكم يعني لا تتكسر، ولو ما تتكسر هاي عندي يعني طريقة ما تقول اوكي مضبوطة. وهنا بدأت تغلي، راح اعوفها تغلي تقريبا فد نص ساعة الى ان تمام تاخذ الطعام تتشرب الصلصة تمام الكبة وتستوي، يلا عاد اطلعها. مثل ما تشوفون هنا استوت عندي بعد مرور تقريبا نص ساعة 35 دقيقة هيجي شي. وهنا بديت أصب الكبة، أول مرة بديت أطلع الكبة على كيفي شوية شوية، وراها راح أبدي أصب المي مالتها، وعلى كيفكم نطلعون تخلوها لا تتكسر لو فد شي مثل ما قلت لكم. بس أنا طريقتي كلش حلوة وسهلة إنه طريقة الكبة ماتي ما تتكسر بسرعة أو يعني هيج لازم أنفسها. فهنا أنا دا أخليه بطبق التقديم، وطبعا اليوم الدنيا باردة ومطر عندنا وجو مال هيجي طبخة تمام. أنا هواي أحب هاي الأكلة إنه اليوم من يصير شتاء يعني ومطر وبرد كلش أحب هاي الأكلة أنا بهالأجواء، فهي أكلة يعني كلش مفيدة ونفس الوقت يعني تفيد صحة الواحد وبيها سعرات حرارية عالية وبيها نفس الوقت تدفي صدر الواحد إذا كان يقوح لو ما أخذ برد، يعني هواي لها فوائد وطيبة بنفس الوقت. فهنا مستمرين خليكم وياي لحد ما خلص طريقة الصب والتقديم. وطبعا أنا مسوية كذا مرة، هسه راح أنزل لكم الفيديو هاي مسويتها مرة وسويت شوربة ثانية همينة بدون شلان ذيك سويتها همينة مرة همين راح أنزل لكم صورتها. أنا الشوربة دائما هواي ناس يسووها هيك متروسة تمن وشلان مالتها هواية، وهاي صراحة أنا ما أحبها، أنا أحب هيك يكون بيها فشي قليل يعني تاخذون الطعم الشلان تاخذون طعم السلق بيها شوي، بس إنه مو متروسة وثخينة هيك مدقوم، لا أنا أحبها بهالشكل هذا تكون مثل ما تشوفون يعني تمام. وهسه طبعا هذا الشكل النهائي، هسه اشوفكم هم شلون صايره تمام، شوفوا هيك صايره يعني المرقه مالتها مو هيك تخينه متروسه تمن وما اعرف شلون وسلك وش الله، لا بيها بس يعني بكميه معقوله حلوه. طبعا هسه اشوفكم الطريقه الثانيه ما تيمنه نفس الطريقه هاي سويتها، بس انه مجرد اني ما خليت بيها شلغم اوكي بالطريقتين كلش كلش طيبة، واني يعني افضل انه مو الا تخلون بيها شلغم، لا سووها بالسلك وشوية تمن همين تطلع كلش كلش طيبة، يعني كل واحدة لها طعم شكل بس اثنيناتهم طيبين. يعني طولت عليكم الفيديو مو اي، فشوفوا هنا شلون شكلها مستوية وجاي تتكسر والشوربة مالتها يا محلاها مثل ما قلت لكم مو ثخينة. طبعا أنا هيجي أكلها أخليها بالماعون وأخلي الكبة وأخلي عليها شوية من الشوربة وأكلهم هيجي يعني. طبعا ما أحكي لكم عن ريحة، ريحتها تخبل تجوع الواحد فد شي، يا ريت لو أقدر أوصل لكم الريحة.
والطعم همينه كلش طيب، مو لأن أنا مسويته لا، بس ليشهدون جاي ياكلون. وهاي همينه شوربة ثانية، طبعا هاي سويتها قبل هذا الفيديو تقريبا بأسبوعين كان أو ثلاثة ما أتذكر بالضبط، بصراحة ما كنت مصورة الطريقة، بس إنه صورتها هيك يعني بالجدر هي وديدفور، هاي بوقتها نزلتها بالسناب وهيك شغلات، فما مصورها عن طريقتها، بس هاي ما بيها شلغم تمام. وشوفوا شكلها همينه، هاي كلش حلو شكلها وصايرة بهالشكل تمام، فمو شرط الا تحطون بها شلغم. فان شاء الله عجبكم فيديو اليوم ونال رضاكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وشكرا لكم لمتابعتكم، ومع الف الف سلامه حبايب قلبي، باي باي.